نشارك اليوم من جديد في تدريب لفائدة شباب تونسيين في المستوى الثاني لبرنامج مهارات النجاح في عالم متغير. هذا المستوى هو تتم لمستوى أول كان عقد مع منتدى الجاحد في تونس، وتم اختيار الشباب الذين قمنا لهم بالتدريب الآن من أكثر من 50 شاب حضروا المستوى الأول. تحدثنا فيه عن عدد من الأشياء المهمة جدا، من ورشة البناء إلى المفاتيح الأساسية لبرنامج النجاح في عالم متغير إلى ورشة المرجعيات إلى مقدمات في المقاربة القرآنية. كل هذه الأشياء تكلمنا عنها في هذا المستوى. كان التدريب رائع جدا، كانت الانطباعات المشاركين متميزة للغاية وأسعدتني كثيرا. عسلامة، أنا مروة فرسيسي، عمري 27 سنة ونقرأ دكتوراه في الجينيتيك. ياسر بريدي، ناشط بالمجتمع المدني. عسلامة، أمنا الشيبي، ناشطة مجتمع مدني من ولاية تونس من تونس. بسم الله الرحمن الرحيم، عمام محمد إسلام، ناشط بالجمعية شباب الثقافة والحوار الساحلي. كانت دورة متميزة على الجميع المصعدة، وخضنا فيها في مع ثلة من الشباب في مجموعة من المفاهيم والآليات وما إلى ذلك. واستفدت برشا حاجات، ونشكرهم اولا على الاورغانيزاسيون وثانيا على الكونتينو. تجربه عجبتني برشا، تجربه ثريه على المستوى الشخصي والمستوى القدرات، زادت لي برشا حاجات جديده. الحقيقه الدوره اليوم مختلفه على الدوره اللي حضرناها قبل، خاصة استفدنا ياسر من ورشات العمل اللي صارت مع المجموعة وتناسق بالمجموعة الكل. كي المدرب كان معناها بروفيسيونيل، خلينا أولا نكتشفوا في بعضنا احنا كجروب، معناها كل واحد باهي في حاجة وقبلنا بعضنا رغم اختلافات. كان معانا المدرب مولاي إسماعيل، حيث أعطانا فرصة باش نعبروا على آرائنا وخلينا يعني نعبروا وناخذوا مفاهيم جديدة. كان عندي مفهوم للنجاح واليوم أصبح مفهوم آخر تماما، خاصة كيف حللنا المرجعيات وأنواع النجاح وكيفية الإنسان كيفاش يراجع ويزيد يطور من قدراته. الحاجات اللي يميزوا الدورة هذه هو التدرج في المستوى الأول، كان فما مصطلحات وحاجات رينيهم بصفة عامة. المستوى الثاني خدمنا عليهم بطريقتنا احنا. اهم حاجه في مهارات النجاح هي انك ترى الدنيا يعني بطريقه اخرى مغايره نوعا ما. مفهوم النجاح، تعرضنا لمفهوم النجاح، المفهوم التغيير اللي هو حاجه مستمره في المجتمع، وذلك يعني كما نقولوا بطريقه نوعا ما مودرن شويه ايجابيه وما الى ذلك. قابلت مجموعة من الشباب المتميز اللي أثرينا بعضنا، كان فما آراء مختلفة، كان فما تفاعل بطريقة إيجابية وبطريقة ديناميكية. وأنا أيضا يعني اكتشفت شباب رائعين مميزين، يعني قدموا أشياء رائعة جدا على مستوى التدريب، وما يبشر بأنهم سيقولون كلمتهم في المستقبل على مستوى التدريب وتيسير برنامج النجاح في عالم متغير. وبهذه المناسبة أشكر منتدى الجاحد على استقباله وعلى حسن تنظيمه وعلى كرم أعضائه وفريقه الإداري، كلهم يعني عملوا أعمال هائلة جدا من أجل إنجاح هذه الدورة. ونتوق وأتوق بشوق إلى العودة من جديد للقيام بالمستوى الثالث من البرنامج وتخريج دفعة أولى من فريق منتدى الجاحد من الميسرين الذين سييسرون على برنامج النجاح في عالم متغير. شكرا لكم مرة أخرى، وأحيي جميع الذين ساهموا من قريب أو بعيد في إنجاح هذا العرس التدريبي في مدينة تونس العاصمة.